البارح فرشت الصاله راه شفتوا الفيديو، قلت لكم غدي عندي غدا الضياف. دابا الشعريه ديالنا انا درت لها القوام ديالها، والربيع درت ربطات المعدنوس وربطات الزبور والثومه، كمشه الثومه والجبانيه ديال هادي. هذا غير داك خيزو اللي كاين في الزيتون وخليته، والكبده. يلا نبداو على بركة الله. وصافي يا البنات، هذا راه بزاف، راه ربطة كبيرة درت، وحامضة مصيرة وجوج فصوص ديال الثومة. نطحنهم دابا. جايز كنتمنى تكونوا بخير، شنو كتبان الفيديو؟ كون عندو فيديو تديرو لايك وشاركو في القناة، ويلا نبداو انتوما فيديو جديد. يلا حطيت لكم ماما فيديو، راه قالت لكم غادي يجيو عندنا شي ضياف. صافي حنا دابا كنوجدو لهم الغدا، وصافي بدينا دابا بالدجاج. هذا التعميرة باش غادي نعمرو الدجاج. شوف درنا حيدي هاد الزعفران الحور، ها الزعفران، ها هو الزعفران. هادو جوج درت، ما فين وحده، شي واحد حركه. شكون هنا نحركي؟ هدر جوج لتن تن تدخل الطماط قلبي ديال بلاتي اللي كلاها تيكون مار، سبحان الله العظيم. صافي راه درت الربيع اكثر من الشهريه هاد المره، صافي خلي لي جات فيها عندو تيجي زوين. لا غيدور، ما خلصت يا دابا. المهم انتما هي، شوف هي التعميره ديالنا، واه البنات جاتها الربيع والثومه والحامض. لا درت هاد المره الربيع اكثر من الشعريه. ايوا يلا دابا حنا والزيتون. شوف البنات، حنا درت شويه السودانيه، اي واحد هادو جوج معالق صغار، شويه د البزار، شويه د الخرقوم، وشويه د الزعفران، ندير شويه د الملحه، واحد القريصه ديال الزعتر. هادو غير كندهن بهم الدجاج. شويه د الزيت صافي، وكندهن باش يشد الدجاج اللون ديالو. واحد الزعفران ضامت هاد لهيه جوج، وهنا واحد. يلا بقى معانا. يلا البنات، ها ندير الربيع الاول ونحيد كلشي تما، هادو غير باش تيشدو اللون وصافي. الصفار مساكن شي شويه، درتهم ديك النهار غير التعميره فيهم غير الملحه والسكينجبير، والله الا جاو زوينين. ها حيد ديال الضيف وصافي. كيما ما كتهضرش معايا، انت ما هي اللي دارت لكم ديك النهار الخبزه ديال زمان يا زمان.
اللحم. مشى خويا سوق الحد ولا سيدي عندي ما نعرف باقي ما رجع باش يجيب اللحم. حيت هادو صحاب خويا هادو تحياتي ليهم يشوفوا هاد الفيديو يشوفوا العشاء ديالهم من فرنسا. صاحب خويا وليداته ومراته ايوا هانتوما شوف تيجيو محمرين واعرين. هلا البنات هلا فاطمة حزمي كنحسبهم بالميكا. ميكا طبيعة الحال مغسولة ونقية شوف هادو الدز هذا مول الدجاج والسعوم هاد الحامض اللي درنا لهم كنديرو هكا باش ما يطيح لياش. ها صافي ها شوف البنات هاد الطريقة عاود شوفوا الحامض ها داك الحامض اللي درتوه للدجاج هانتوما طريقة سهلة المشاهدين كان كيخيط انا ما كنخيطش كنشرك ثلاثة مطيم شرك قطع ها شوف ها الطريقة ديالنا الحمد راه ما فيه والو راه غير الجلفة ديالو اللي درنا قبيله اللي عصرنا الدجاج شوفوا ها كيطيح ما والو هنا حنا كنوجدو دابا شو هيا راه كنهضر معاه والو هيا ايه كتسمعيش سلام مشاهدين ديالنا كي دايرين لاباس عليكم احنا دابا رجعنا ليكم كنوجدو الضياف ديالنا انا دابا كندير التيسان في الكاريت كنديرو من التيسان كنوجدو الضياف وصافي ورا المغرب هادي كنوجدو تنوجدو باش غندورو اللحم ديالنا درنا بو الفاب مدرناش فيه الشحمه بزاف حيت الدراري مبغاوش الشحمه طري الضياف عندهم طري صغار وهادي الدوارة ديالنا غي صايبناها المهم هانتوما بقاو معانا الآية هي اللي عاونتني هاد العشية وضروري خاصني نعاونك حيت مكاين حتى شي واحد اللي يعاونك دابا باش كتشوف شي حد كتهرب ياك تعاوني البطاطا ديالي والبيض شتي غندور للشوا ايوا صافي الدجاج راه كيطيب ها هو الدجاج ديالنا شوفو ابو الفاف ديالنا درناه غير في مقله فين ماشي على الفاخر حيت قلال وصافي شتي فاطمك شوفو الدجاج ما كاين لا من شو كي محمر ما هبطوش كاع لتحت نقصي عليه شي ربعة السوايع ولا كتر غير شي شوية راه عاد رجعت الفران
تاكل شنو؟ انت الخبز مسوس؟ واحد جوج ثلاثة هاك هيا مجرمة عطيهم الخبزة فاطمة المسوس يلا مشاهدين ديالي يا شوف خصك تسولي عاود بيه باش ديري جوج تصاور في مينيتك كيفما كتشوفوا احنا وصلنا لهذا الفيديو